السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم سأضع بين يديكم دعاء هو من الأدعية المجربات، وهو من المجربات، هو دعاء لعدم تكاسل في العبادة، تشبث بالعقيدة. يعني هذا الدعاء لما تبدأ تدعو هذا الدعاء ستبدأ تحب القرآن، تحب الأذكار، وتبدأ تصلي بكل راحة، والتوسل به إلى الله لكي يعني تنجى في الآخرة، النجاة في الآخرة. رونا أنا في الشاشة، هو دعاء لطلب الآخرة والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، النجاة من النار، وتشبث بالعبادة، وعدم يعني الانزلاق في درب الشيطان. الدعاء سترونه هنا في الشاشة كما قلت. هذا هو الدعاء، وأتمنى لكم الخير، وإلى اللقاء، ومع السلامة.